كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل عمر أدبر فلم يزل في إدبار. لن يطول الضلال طول الضليل، لا لن يضام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر. صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر هذا عمر. كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر، هذا عمر هذا عمر. قف يا زمن، قف يا زمن، قف يا زمن، اسمع يا دهر، سجل يا تاريخ، هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر هذا عمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد جيش الجيوش إلى بلاد الشام للقضاء على أعظم إمبراطورية في الغرب، ألا وهي إمبراطورية الروم. وقد اختار الصديق لهذه الجيوش العظيمة أعظم القادة، أبا عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص ويزيد ابن أبي سفيان. ولما وصلت الجيوش إلى بلاد الشام قال هرقل قولته المشهورة: والله لأشفين أبا بكر ألا يرد خيله إلى أرضنا مرة أخرى. فجيش جيشا لا مثيل له، يزيد على 240,000 مقاتل، قرابة 250,000 مقاتل. ولما وصل إلى أبي بكر خبر هذا الجمع الرهيب، أتدرون ماذا قال؟ قال الصديق: والله لأشفين وساوس الروم بخالد بن الوليد. حديثنا اليوم عن معركة اليرموك، وما أدراك ما اليرموك؟ يوم من أيام الله تعالى، يوم بدأه الصديق وأتمه الفاروق، فما قصة يوم اليرموك؟ خطب سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم اليرموك قائلاً: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه البغي ولا الفخر، وإن هذا اليوم له ما بعده. أصدر الصديق رضي الله عنه الأوامر إلى قائده المظفر خالد بن الوليد أن ينتقل من العراق فورا إلى بلاد الشام، وأن يتولى القيادة العامة للجيش على أبي عبيدة وإخوانهم القادة. هنا أرسل خالد رسالة على الفور إلى أخيه أبي عبيدة بن الجراح، وقال فيها: لقد جاءني كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام والقيام على جندها والتولي لأمرها، والله ما طلبت ذلك يا أبا عبيدة ولا أردته، فأنت على حالك التي عليها قبل ذلك، لا نخالفك يا أبا عبيدة ونسمع لك ونطيع، فأنت سيد المسلمين. بالله ما أتقاه، بالله ما أنقاه، بالله ما أخلصه. هذه هي القلوب التي تجردت لله، لا تبحث عن الزعامة ولا تدير ولا تريد الصدارة ولا تريد القيادة، هذه قلوب خاشعة تريد رضا الله. وصل خالد إلى إخوانه، وقبل بدء القتال وقف خالد في جنود الله عز وجل، في 30,000 من المسلمين يواجهون ما يقارب 250,000 جندي. فقال له أحد المسلمين: يا خالد، يا خالد، ما أكثر الروم. التفت إليه خالد وقال: اسكت، بل قل ما أقل الروم. إنما يكثر القوم بنصر الله، وددت أنهم قد أضعفوا لنا العدد
وأن فرسي الأشقر قد برئ من وجعه. والأشقر فرس خالد كان قد أصيب بوجع في حافره فما أصبح يمشي كما ينبغي. فالله أكبر، شفاء عقب فرس خالد بربع مليون جندي رومي. ثم خطب سيف الله خطبة عصماء في الجيش قائلا: يا قوم، إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه البغي ولا الفخر، وإن هذا اليوم له ما بعده، فإن رددناهم اليوم لا نزال نردهم بعد اليوم، وإن هزمونا اليوم لن نفلح بعدها أبدا. وأخذ البطل ينظم صفوف الجيش بطريقته الخالدية التي لا نظير لها في فن الحروب، ولبس أكفانه وقال: موعود الله أتى. الشهادة، موعود الله أتى، أو النصر. فخرج له قائد من قادات الروم يقال له جرجه، لقيه خالد فقال: جرجه، يا خالد، أصدقني في هذا اليوم، لماذا خرجتم أيها المسلمون؟ قال خالد: خرجنا لندعو الناس إلى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال له جرجه: فمن أطاعكم؟ قال خالد: من أطاعنا كان منا. فقال جرجه: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأخذه خالد إلى خيمته وأنزله فيها، فاغتسل القائد الرومي وصلى ركعتين وخرج فقاتل حتى استشهد. فقال خالد: رحمك الله، عملت قليلا وأجرت كثيرا. ولما رأى الروم هذا الموقف ذهلوا وأخرجوا له ابن قوقل. فلما رآه خالد أراد أن يدعوه إلى الإسلام كما دعا قبله جرجه، ولكنه أبى، حاول ما أراد الإسلام. فقال ابن قوقل: يا خالد، لماذا جئتم؟ فقال خالد وأجاب بفطنته، قال: نحن قوم نشرب الدم، وسمعنا أن أحسن الدماء وألذها دماء الروم، فجئنا اليوم نشرب دماءكم. فأوقع الله الرعب في قلوبهم، وبدأت المعركة بين المسلمين والروم، واشتد القتال واشتد القتال. هذا ما كان يجري في اليرموك. أما في المدينة المنورة فبعد أن اشتد مرض أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذ به يودع الدنيا آمنا مطمئنا ليلقى ربه جل وعلا بعدما أدى الأمانة التي كلف بها. وهنا يتولى عمر الفاروق زمام الخلافة، فكان أول مرسوم اتخذه عمر في خلافته الجديدة أن يعزل خالد ابن الوليد عن القيادة ويولي أبا عبيدة بن الجراح. أرسل كتابا، توجه الكتاب من المدينة إلى اليرموك، وصل الأمر لأبي عبيدة وقرأ الكتاب، فأخفى أبو عبيدة كتاب عمر ولم يخبر خالدا بأمر عزله. فبقي خالد قائدا لهذا الجموع المقاتلة ضد الروم. ورسم المسلمون في موقعة اليرموك صورا من البطولة والفداء تبهر القلوب وتأخذ الألباب. فهذا عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، لما اشتد الكرب بالمسلمين في اليرموك يواجهون ربع مليون جندي رومي، نزل عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم، فبادره خالد ابن الوليد وقد كان صديقه في الجاهلية في الإسلام. قال له خالد: لا تفعل يا عكرمة، إن قتلك على المسلمين سيكون شديدا. قال عكرمة: إليك عني يا خالد، إليك عني يا خالد، لقد كان لك مع رسول الله سابقة، أما أنا وأبي أبو جهل
فقد كنا أشد الناس عداوة على رسول الله. دعني يا خالد، دعني يا خالد أكفر اليوم عما سلف مني، أقاتل رسول الله ثم أفر اليوم من الروم؟ والله لا يكون أبدا. فلو بان عضدي ما تأسف منكبي، ولو مات زندي ما بكته الأنامل. ثم نادى عكرمة: يا أصحاب محمد، من يبايع اليوم على الموت؟ فبايعه 400 من المجاهدين في سبيل الله، ويدخلون في صفوف المعركة لا يبحثون عن النصر، إنما يبحثون عن الشهادة. إنهم أبناء محمد، إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم تلاميذه الذين عرفوا حقيقة الدنيا وشرف الجهاد في سبيل الله عز وجل. وبهذه القلوب وبهؤلاء الرجال أعز الله دينه وأعلى الله رايته، ولن تكون العزة ولا النصرة إلا بهذه القلوب وعلى هذه الأيدي الطاهرة وبهؤلاء الرجال الأطهار الأبرار الأخيار. فقاتل الصحابة وقاتل المؤمنون المجاهدون حتى نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، ولقي الله عكرمة مثخنا بجراحه ولسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. وتنتهي معركة اليرموك بالنصر العظيم للمسلمين. وجلس خالد يستقبل الشهداء يحملون على أكتاف الرجال، وجيء بصديقه عكرمة ابن أبي جهل، فوضع بين يديه في آخر رمق وفي آخر سكرة، وهو ينظر إلى خالد، دموع خالد تسيل على خديه فتسقط على خد عكرمة، ويؤتى بثلاثة من الشهداء في آخر رمق من الحياة، فيصيح خالد: علي بالماء ليشربوا. فقدم لهم ماء بارد في شدة حرارة الصيف وقد انتهوا من المعركة. فأعطى خالد الماء لعكرمة فرفض عكرمة أن يشرب، وأشار إلى أخيه أن يشرب قبله، وهو يعالج الموت. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أعطى خالد زميل عكرمة الماء فأشار إلى زميله، وأشار الزميل إلى زميله، فعاد الماء إلى عكرمة فإذا هو قد مات. مات عكرمة. وعاد إلى الثاني فالثالث فالرابع فإذا هم قد ماتوا. جلس خالد وأجهش خالد بالبكاء، ورمى بالكوب المليء بالماء البارد، ورفع يديه إلى السماء وقال: يا رب اسقهم من جنتك، فإنهم تركوا الماء البارد لمرضاك. إسلامه يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه. وبعد انتهاء معركة اليرموك قام أبو عبيدة وأخبر خالدا بخبر عزله من قبل عمر، فقال خالد: يا أبا عبيدة، ولم لم تخبرني؟ والله ما قاتلت بالأمس لعمر، ولن أقاتل اليوم لعمر، ولكني أقاتل لله رب العالمين. يقاتل خالد لله وهو قائد، ويقاتل لله بعد أن يعزل وهو جندي، لأن من أراد بعمله وجه الله تعالى لا يهمه لا منصب ولا قيادة. فرحمك الله يا أبا سليمان، ليتنا كنا مثلك. في يوم اليرموك أتم عمر الخطاب رضي الله عنه الشوط الكبير الذي بدأه أبو بكر، فمنذ انتصار المسلمين في موقعة اليرموك الظافرة أعقبها انتشار الرسالة، ورفعت رايات الإسلام على بلاد الشام خفاقة مشرقة، وأخذ عمر يعد العدة لفتح العراق وبلاد فارس بعد أن اطمأن على سلامة الجيش الإسلامي
في بلاد الشام، وعرف أن الروم ارتدوا على عقابهم بعد اليرموك، فكانت موقعة القادسية التي ظهرت فيها عزة المسلمين وهزيمة المجوس، وقتل الآلاف من عباد النار. فما قصتها؟ تابعونا في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر.